بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، ففي هذا اللقاء الذي سيكون طويلا على خلاف عادتنا حينما نتحدث عن المقاطع في المقاطع القصيرة عن معالجة قضية جزئية، هنا نتحدث عن شخصية ثار حولها جدل كبير جدا، ألا وهو الإمام الشهيد الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى. لن نتحدث هنا عن الإشكالات والشبهات التي قيلت، فقد أفردناها بتسجيلات خاصة، ولن نتحدث عن سيرة مع ذلك الإمام والمواقف التي حصلت، إنما أتحدث عن هذا الإمام، من هو ولماذا تمسك به علماء الإسلام شرقا وغربا. إذا كنت من المتحزبين سياسيا ولا تستطيع إلا أن تسير خلف حزبك وقرار حزبك، فأرجو أن لا تستمع للآخر، لأن هذا سيتعبك، لأنه ليس يوافق هوى حزبك. إذا كنت محتقنا تجاه الرجل لموقف أو مواقف، أو ممن يتلقى معلوماته من الإعلام المسيس سواء في الموالاة أو في المعارضة، فأنا أيضا أنصحك ألا تستمع، لأن هذا سيتعبك وليس من الصنف الذي اعتدت أن تستمع إليه. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عالم من علماء المسلمين، وعلماء المسلمين بالمئات والآلاف، له أثر كبير في الأمة، وكثير من علماء الإسلام لهم أثر كبير في الأمة. لم يكن منفردا في وسط علماء الإسلام، ولكنه كان حلقة متميزة والكل كان يشهد له بالتقدم والإتقان والأثر البالغ في النفوس. نشأ هذا الرجل في ظروف صعبة، حيث ولد في تركيا وفي أشد أيامها وأزماتها التاريخية، فاضطر أبوه للفرار به وبدينه لبلاد آمنة يستطيع أن يمارس شعائره الدينية وأن يعبد الله سبحانه وتعالى في أمان واطمئنان. فلجأ إلى بلاد الشام، الجزيرة السورية أولا، ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق وكان فيها مستقر النهائي. خرج من تلك البلاد على أعقاب ثورة مسلحة قام بها بعض المشايخ الأكراد، ورأها وسيلة للتغيير، حيث رأى أشياء كثيرة من حرمات الدين تنتهك وبشكل منهجي، ورأى كفرا بواحا، ولكن الشوكة لم تكن كافية فتم القضاء عليه. عاد إلى بلاد الشام، أو رحل إلى بلاد الشام الشيخ ملا رمضان مع ولده، وتعلم علومه الأولى، فيها علوم اللغة، القرآن الكريم، المقولات العشر، المنطق، على حسب ما يدرس في المدرسة التقليدية في بلاد شرق تركيا وإن كان هو في الشام.
ثم أخذه أبوه بيده، وأبوه رجل عالم جليل صاحب بصيرة من أولياء الله الصالحين، ممن أخذ الطريقة النقشبندية وفقه الإمام الشافعي وعقيدة الإمام الأشعري على كبار علماء بلاده آنذاك، واتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وكان صاحب مجاهدة وصاحب عبادة، كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى مقبلا على الآخرة، نظر إلى ولده الذكي ورأى فيه الفراسة، ورأى فيه بفراسته رأى فيه شدة الذكاء. كان طفلا صغيرا ناعما أرمد العيون على ما يصفه شيخه الشيخ حسن حبنكة الميداني رحمه الله. أخذه وهو يمشي به ويقول: يا بني، لو كنت أعلم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يكون بكنس القمامة في الشوارع لجعلت منك زبالا تنظف الشوارع، ولكني رأيت أن الطريق الأقصر إلى مرضات الله سبحانه وتعالى هو العلم الذي هو مناط الخلافة ومناط التكريم، والعلم قبل القول والعمل. يقول الشيخ حسن حبنك الميداني، وهو عالم كبير له شأن عظيم معروف بالولاية وعلو الهمة والصدق، وكان لا يخشى في الله لومة لائم ولا يبالي بأحد مهما كان كبيرا، يقول: جاءني هذا الولد الراوي لهذه الحادثة عن الشيخ حسن حبنك، هو الشيخ محمد شقير، حدثني بهذا شفاها. فنظرت إلى شاب نحيف هادئ أرمد العيون، فيه عيون حمرة، فقلت: ما هذا؟ يقول: فقبلته تبركا بوالده، لا أعرف عنه شيئا، ولكن والده رجل مبارك عالم جليل من الصالحين الأولياء، فقلت أخذه تبركا بوالده. يقول: فجلس شهرا فتقدم، ثم جلس شهرين فتقدم أكثر، ثم جلس عدة أشهر ففاق جميع الحاضرين، وكان الأول بلا منازع، الأول في مدرسة الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله بلا منازع، على ما يشهد به الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته. أول مدرسة الشيخ حسن حبنك هو الشيخ البوطي، ومدرسة حسن حبنك الميداني رحمه الله فيها نخبة علماء دمشق، وأبرز العلماء الذين كان لهم أثر كبير في بلاد الشام تحت رعاية أبيه وعنايته، والخوف عليه من فتن الدنيا، زوجه ليحصنه، وكان مطيعا لأبيه، محبا له، معظما له، يرى أن والده الصالح الولي الشفوق الرؤوف بولده لا يمكن له أن يضيعه، بل اختار له أفضل طريق على الإطلاق. كان ينهاه عن الدخول في الوظائف الحكومية حتى لا ينخدش إخلاصه، حتى لا يطلب بهذا العلم الدنيا. وقد جاء التهديد والوعيد في الآثار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، أو كما قال: تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يكابر به العلماء دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أروي هذه الأحاديث بالمعنى، واحد في الترمذي والثاني عند أبي داود، وكلاهما فيه مقال، ولكن القاعدة
القرآنية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يريد لولده أن يربيه على طريقة الإخلاص والتوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى، فكان يتعهده في كل صغيرة وكبيرة، وكان يشرف عليه، أتم المعهد الشرعي عند الشيخ حسن حبنك الميداني، ثم أرسله إلى الأزهر الشريف كعادة علماء بلادنا يرحلون، والأزهر قبلة العلماء. أرسله إلى الأزهر الشريف، وأرسله وكان يعني الأزهر آنذاك في عز ومجد، تعلم العلوم هناك ثم عاد، وكان يحذره أشد التحذير من الوظيفة أو الالتفات إلى الوظائف: اطلب العلم لله سبحانه وتعالى. ذات ليلة كما يروي جاء إليه وكأنه بعد استخارات واستشارات الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يذهب إلى مسابقة، فعين معيدا في الجامعة، ثم عاد إلى الأزهر مرة ثانية ليأخذ فيها درجة الدكتوراه. مصر والشام عانت من ظروف صعبة جدا في تلك المرحلة، بعد سقوط الخلافة قامت التيارات القومية، ارتفعت أصوات العلمانية، الدين لم يكن ممكنا، اضطرابات كثيرة في البلد. الثورة الشيوعية نجحت في سنة 17 قبل ولادة الشيخ ب 20 سنة أو أقل، انتشرت في كل مكان، صار لها دولة وسلطان. هذه الدول لجأت إلى الاتحاد السوفيتي الشيوعي الملحد، انتشرت التيارات الإلحادية. الخط العلمي العام آنذاك في علماء، يوجد علماء وصالحون وأولياء وكثير، ما قلنا أن الشيخ البوطي هو وحيد عصره وفريد دهره، الساحة مليئة بالعلماء والصالحين. هناك علماء من أهل الإتقان الشديد للعبارة وفهمها، ويعطي العلم كما أخذه من سلفه إلى أن نصل للمؤلف، إلى أن والمؤلف إلى أن نصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصنف موجود، ولكن لم يكن كثير منهم يعيش عصره، كان يعيش مع الكتب لا يعرف الواقع الذي حصل. هذا فريق موجود يعطي العلوم بإتقان شديد جدا لا يغير فيها شيئا، كما قال بعض شيوخنا يقول: حافظ العلوم لكن في الثلاجة جاهزة الأكل في وقت من أوقات، يعني لم تفسد. هذا فريق. فريق ثاني الوعظ والتذكير بالله سبحانه وتعالى، وفيهم صالحون كثير في ذلك العصر، لكن العلم قليل. فريق ابتعد عن الدين، هذا لا علاقة لنا به. في تلك الآونة كان الشيخ محمد عبده قد توفي، تولى أصحابه الأزهر وقد أبعد عنه وآنذاك عن رئاسته. حصل هناك تغييرات كثيرة في الساحة العلمية، عندهم قضية إتقان كبير في موضوع الشكل، كيف يؤدي العلوم للعامة، قد تكون أشياء مبسطة قد لا تكون اختصاصية، ولكن يخاطبون بتفسير القرآن الكريم عامة المسلمين، وهذا في المدرسة الإسلامية التقليدية كان ضعيفا، لمن لأن أسهل تفسير هو النسفي مثلا أو الجلالين أو كذا، وهذه التفاسير تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى معرفة بعلوم الآلة. أما مدرسة الشيخ محمد عبده كانت تحسن عرض المسائل وتحسن مخاطبة العوام بها، ولا تقف كثيرا عند المسائل المعضلة، ولا تتعب نفسها بحل هذه المشكلات. هذا جانب إيجابي. هذه الطريقة
في الأول كانت تلاقي معارضة من المشايخ، ثم خفت المعارضة وخفتت، وحصل أيضا ثورة أدبية، الرافعي، طه حسين، العقاد، المازني، بغض النظر عن اتجاهات هؤلاء الناس، حصل عندي ثورة أدبية في ذلك العصر. يعني الناس يميلون نحو السهولة ونحو الأسلوب العذب. جاء بعض من ورث طريقة رشيد رضا، طريقة محمد عبد رشيد رضا، ثم جاء بعده حسن البنا تلميذ رشيد رضا، ولكن أخذ خطا يخالف ما سار عليه عامة المشايخ، اختار الدخول في السياسة، واختار مصارعة الحكام والمطالبة بخلعهم عن عروشهم ليستلم هو وجماعته لتحكيم الإسلام. حصل معارضة هذا، وفي فريق من الشباب كثير من طلاب العلم، خاصة أن الدعاية كانت عريضة وهي إعادة الخلافة، التف هؤلاء حول الأستاذ حسن البنا، ولكن أيضا كان لهم دعاية جميلة، وكان عندهم حسن عرض للقضايا، القضايا الإسلامية، وكانوا يشتغلون بالدفاع عن الإسلام والردع الخصوم، ولا سيما الشيوعية الماركسية، كذلك الشبهات التي تثار عن الإسلام، شبهات المستشرقين التي كانت آنذاك مستعرة. ولكن الخط العام لهؤلاء يسير ضمن اتجاه معين، ضمن قواعد حسن البنا، ولا سيما ما يسميه جمع الكلمة، والمراد بجمع الكلمة يعني أن لا نتكلم في أي مسألة خلافية. كانوا أيضا يميلون إلى مذهبية، مثلا سيد سابق تلميذ حسن البنا، ومن بعده القرضاوي تلميذ، يعني أيضا تلميذ، لكن تلميذ صغير، يعني في معاصر للشيخ البوطي، وخط آخر مختلف تماما. الخط العام لعلماء الإسلام كان يمثله مثلا شيخ الإسلام محمد ذات الكوثري رحمه الله، شيخ وشيخ الإسلام، لا أتكلم عن مناصب، أتكلم عن مرتبة العلمية، مصطفى صبري أفندي، الذي جاء يرد على أخطاء تلك المدرسة، ولكن كان متبوعا وكان شخصية علمية وأسلوبه السهل عذب. دكتور بوطي بلا شك درس وقرأ هذه الكتب، كتب الكوثري وكتب مصطفى صبري، وتأثر كثيرا بمصطفى صبري، وقال لي، كنت معه في السيارة، قال لي أنا أحب شيخ الإسلام مصطفى صبري أكثر من الكوثري، مع تسليمي بأن الكوثري أكثر علما. تأثر كثيرا بهذه المدرسة، مدرسة تحافظ على القديم الصحيح، تحافظ على مناهج العلماء دون الوقوف عند مسائلهم. التجديد نال الشكل لم ينال المضمون، التجديد بمعناه اللغوي الشرعي الذي جاء، الجدة وهي القوة، أن يعود الدين قويا. تولى هذا في العالم الإسلامي علماء كبار، على رأسهم شيخ الإسلام مصطفى صبري، الذي وقف على الضد والند، لكن وقفة علمية من مدرسة محمد عبده، وكان يتكلم بطريقة علمية برهانية موضوعية، يناقش طريقتهم في إثبات أن العقل ليس هو التجربة، إنما هو البرهان، وأن العقل هذا يجب أن ينتصر ليكون حصنا للإنسان ليبني دينه على يقين. الإمام الكوثري تولى الرد على البدع الذين أرادوا، يعني شيخ الإسلام مصطفى صبري كان يريد تحصين أصل الدين، الإمام الكوثري كان يحصن أهل السنة والجماعة. في العالم الإسلامي قاطبة يوجد علماء كبار في كل قطر، ويوجد منهم أناس متميزون، قلت يعني طبقة الشيخ حسن حبنا كالميداني رحمه الله، يعني يوازيه ربما في مدينة حماة الشيخ محمد الحامد، في مدينة حلب مثلا كان الشيخ نجيب سراج الدين،
من بعد جاء يعني مثلا تلميذه الشيخ عبد الله سراج الدين وولده، كان يعيش هناك علماء كبار في كل قطر، في تونس مثلا ابن عاشور كان يعني في تلك المرحلة، في المغرب يوجد السادة الغماريون وإن كان اتجاه في بعض الاختلاف، في مصر وجد مثلا علماء كبار كالشيخ سلامة العزامي، وقبل الشيخ سلامة كان الشيخ بخيت المطيعي والشيخ يوسف الدجوي، في كل قطر الأزهر الشريف العلماء يوجد، والعقلية واحدة وتقترب من الاتفاق في معظم المسائل. الخط السياسي العام الذي يمثله مدرسة حسن البنا، وكان لها انتشار وكان لها حسنات، يعني نحن الله سبحانه نهانا أن يعني أن نظلم الناس، وإذا قلتم فاعدلوا، ولكن يعني العادل ليس معناها نتبعهم في كل ما قالوا، يعني إنما لهم حسنات في هذا الجانب. كان في الهند أبو الحسن ندوي يمثل هذه المدرسة، وهو الناطق الأول باسمها في كتاباته، كان على درجة أقل في باكستان أبو الأعلى المودودي، وإن كان أقل علما من أبو الحسن الندوي وأكثر وأقل انضباطا، أيضا أبو الحسن الندوي أكثر انضباط بأصول الشريعة، وإن كان حسن البنا أثر في الرجلين فسار على طريقته في الاقتراب من الوهابية مثلا، وهذا خط أحمر عند علماء الإسلام لأنها فكرة مشبوهة منذ البداية، فكرة لها علاقة بإنجلترا كما بينا هذا مرات، يمكن أن ترجع إلى مقطعنا الوهابية والذهب الإنجليز. حسن الشيخ أبو الحسن الندوي كتب عن رجال الفكر والدعوة، وأبرز بعض الشخصيات التي لا نعرف عنها شيئا من الهند، وأثنى عليهم جزاه الله خيرا في هذا الجانب، ولكنه أساء بتعظيم ابن تيمية تعظيما يفوق جميع علماء الإسلام، وجعله يوازي هؤلاء جميعا، وخرج عن الخط العام لعلماء الإسلام في هذا الشأن كما بينا في مقطع خاص عن أبي الحسن الندوي. ولكن أبي الحسن الندوي أيضا له جهود مشكورة في الدفاع عن دين الإسلام وعن الرد على شبهات الناس، وكتابه مثلا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين كتاب جيد في بابه. هذه النماذج الموجودة بلا شك. الشيخ البوطي قرأ لهؤلاء وعرف طريقة هؤلاء، قرأ في المدرسة التقليدية العلمية العظيمة العريقة في مدرسة الشيخ حسن حبنك الميداني، ثم في الأزهر الشريف، والتقى بكبار علماء الأزهر الشريف كالشيخ عبد الغني عبد الخالق، وأظن كانوا مشرفا عليه، وأخذ عن الكبار، وكان يحضر مجالس الأدباء ولكن بعلم، يعني حضر مجلس مثلا محمود شاكر ليستفيد منه، فوجده يتكلم في حسن البنا كلاما بذيئا، نعم فالكلام يعني لا يليق أبدا، فوقف الشيخ البوطي وهو شاب قال له يعني كيف تتكلم هذا الكلام، وهذا الكلام يخالف الشريعة، هذا الأمر لا يجوز. فغضب محمود شاكر وقال له أنت إخوانجي؟ قال لا أنا لست إخوانيا، أنا لست إخوانيا، ولكن هذا حرام، لا يجوز أن تقع في عرض الرجل. لاحظ الإنصاف في الإمام الشهيد رحمه الله تعالى، كان يستفيد من كل شخص، فهو أديب بارع صاحب الأدباء قرائي الأدباء متعدد المصادر. التصوف نشأ في أكناف إمام نقشبندي كبير، وكان يأوي إلى كبار الصالحين، كان يزور مثلا شيخنا أو شيخ مشايخنا الشيخ محمد الهاشم التلمساني رحمه الله، وكان يستفيد منه ويزوره متبركا، وكان يزور الشيخ أحمد الحارون كبير أولياء دمشق مشهور بالولاية الذي تواترت كراماته، كان يلتقي بالكبار والصغار.
جسد والعقل والروح إسلامي 100%، لم يتأثر بالتيار القومي الكردي تيار بلاده، وهم غاضبون عليه أشد الغضب، وقد سمعت منه ذلك. وفي الوقت ذاته العربية أخذها لسانا وأتقنها وفهمها وعشقها وأحبها وكانت طيعة بيده، استفاد من الصوفية كثيرا، استفاد من الفقهاء، رأى الدين يكاد له في بلاد عديدة، في البلد الذي خرج أبوه منه في مصر يرى، وهو أثناء الطلب يرى صحفيا مستهترا يعني يطعن بالحجاب، فيصنف كتابا يسميه إلى كل فتاة تؤمن بالله. على ما سمعت منه، وهذا الكلام كان في سنة 89، قال طبع في ذلك الكتاب في بلد ذلك الرجل المسيء 10,000 نسخة من كتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله، استفاد من الكل، لكن ضمن الخط العام لعلماء الإسلام. لم يكن الشيخ البوطي رحمه الله من الإخوان المسلمين يوما من الأيام، لأن هذا كبار مشايخ الشام وكبار أولياء العالم الإسلامي كانوا يرفضون هذه الطريقة، لا يقبلون أن يسير الإنسان في تنظيم خاص وفي طريقة موازية لباقي المسلمين. استفاد من كتابات بعضهم بلا شك، والعبد الفقير أنا استفدت من كتابات بعضهم ولا أنكر هذا، ولهم جهود مشكورة، لبعضهم جهود مشكورة في الدفاع عن دين الإسلام. أخذ منهم ربما هذا الأسلوب، وعاش في أوساطهم حيث كانت كلية الشريعة، التيار المسيطر عليها هو هذا الفكر، لكنه كان صاحب شخصية مستقلة، وكان يخالف مصطفى السباعي وكان يرد عليه، ولكن كان يحفظ له الود والاحترام، كانت العلاقة بينهم علاقة راقية. وحينما كان يرد عليه قبل أن يدخل في الكلية، ثم دخل في الكلية ورآه أستاذا عنده، فقال له يعني ما كان بيننا هذا خارج الكلية، ونحن يعني يبقى بيننا الود والاحترام، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، كانت العلاقة إيجابية. فأخذ أحسن ما عندهم، والروح والقلب متعلقان بالمنهج الإسلامي الأصيل. الفقه كان شافعيا، ولكن إذا ما رأى مصلحة المسلمين في مسألة من مسائل في مذهب أبي حنيفة أو في غيره، فقد سمعته يفتي بذلك، ما كان متعصبا أبدا، إنما يتمسك بمذهبه. فإذا كنت ترى التمسك بالمذهب تعصبا فأنت حر. المادية الجدلية الديالكتيك الماركسي انتشر آنذاك، وكان يقدم على أنه أسلوب يعني فلسفي راقي في التأصيل للإلحاد. جاء فكتب كتاب نقض أوهام المادية الجدلية، يرد على الماركسيين بطريقة علمية، حتى سمعت أن بعض حلقات الماركسية إذا أرادوا أن يفهموا الديالكتيك يرجعون إلى كلام الدكتور البوطي، لكن لا يقرؤون الرد. جاء أحد الملاحدة فكتب كتابا على أساس أنه موضوعي نقد الفكر الديني، فألف كتاب كبرى اليقينيات الكونية بطريقة علمية برهانية مسبوكة بطريقة أدبية فنية لطيفة محببة، ليس فيه تقعر وليس فيه قضايا شائكة، يتكلم بروح العصر، بيّن عظمة الإسلام، وألف كتابه الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإسلامية، الإنسانية لماذا وكيف، وصار يبرهن على هذا. تكلم عن منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، تكلم
عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمعت منه يقول: أكثر درس أحبه وأعشقه هو هذه السيرة، فقه السيرة. وفقه السيرة كتاب مميز، لم ينشغل فقط بالرد على الشبهات، إنما الشبهات إذا جاء وقتها يعلق عليها ويعطيها حقها من التفنيد، ولكن يريد أن يبرز النبي عليه الصلاة والسلام في شتى أحواله، يتيما، عصاميا، شريفا، شهما، تاجرا، أمينا، زوجا صالحا، قائدا سياسيا عسكريا، خاصة الاتجاه الإخواني كان يركز بالدرجة الأولى على قضية قيادة الدولة، ومعظم كلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيادته للدولة. كان الشيخ يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله جميعا، وعن سيرته وعن أحواله وعن مداعبته للأطفال وعن الجواري اللائي يغنينه عليه الصلاة والسلام، ويتمثل عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أتحببنني؟ الله يشهد أن قلبي يحبكن. وكان يبكي إذا ذكر الله تعالى، إذا ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر تقصير نفسه. فكان حديثه عن السيرة شيقا محبوبا. حضرت عنده تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، أجزاء عدة سور حضرتها من كتاب الله، دائما كنت واظب عليها. كان يفسر القرآن بطريقة جميلة أدبية لا يخرج فيها عن قواعد العلم، لا يتجاوز قواعد أصول الفقه، لا يتجاوز لغة العرب، ويعكس التفسير على الواقع. ما كان يعيش كما يعيش بعض الشيوخ في أبراج عاجية، كان يعيش مع الناس، لم يكن في حزب سياسي حتى لا يتعصب لجماعة دون أخرى. كان يتكلم بطريقة علمية موضوعية، كان أستاذا أكاديميا ناجحا بإجماع الأساتذة الذين درسوا معه أو الطلاب الذين حضروا عنده، طلاب الأذكياء ليس الأغبياء. وإدارة الكلية، إدارات الكلية التي توالت عليها، وقد صحبت بعض عمداء الكلية وحدثني عن إعجابه العظيم بمنهجية وموضوعية ودقة هذا الرجل. فالشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، لماذا اهتم به علماء الإسلام؟ لأنه يعبر عما في نفوسهم وعما في خواطرهم، يرون الحق في الفقه الموروث، في فقه المذاهب الأربعة الذي تريد الوهابية ومن قبلها بريطانيا تفتيته، فجاء يؤلف اللامذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، ومن قبله ألف الإمام الكوثري اللامذهبية قنطرة اللادينية، العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة التي يحاول أعداء السنة نسفها، وهم يعزفون على الوتر ذاته الذي يعزف عليه المستشرقون والملاحدة في محاربة الأشعرية والإمام الأشعري والإمام الغزالي. كان متأثرا بحجة الإسلام الغزالي تأثرا كبيرا، وكان يحبه. أيضا كان متأثرا بسعيد النورسي ويمدحه كثيرا، واستفاد كثيرا من مقالاته ومن منهجيته، ويحاول أن يحاكي كثيرا مما فعل. بلغ دعوة الله، تستطيع أن تبلغها وإن لم تكن في السياسة، لا حاكما ولا يعني في حزب. ويبين كيف استطاع تلاميذه وتلاميذ تلاميذه الوصول بعد ذلك إلى ما عجزوا عنه، وصلوا إليه بالدعوة الصادقة، بالحب لله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. كان يحضر مؤتمرات وندوات عالمية، وقل ما تكون ندوة محترمة أو دعوة أو مؤتمر إلا ويحضر. أقول على ما وصفه لي أحد الشيوخ الكبار
قال تجده بينه وبين ربه كتلة من الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى، وتجده في المؤتمرات يتكلم بعز عن الإسلام، عن ذلك الدين العظيم الذي نتشرف بالانتساب إليه. كانت علاقاته طيبة مع أكثر الناس، أكثر من خاصمه في حياته وآذاه، ولا يزالون جماعة الإخوان المسلمين. هذه حقيقة، وبعض الناس يفر منها، وأنا أقول لست في حالة عداوة مع الإخوان، وأعلم أن من الإخوان من يعني يدبر لي المكايد، وأعلم تماما أسماءهم، فلان وفلان ترصدوا لي من أجل الأذية لأني دافعت عن دكتور بوطي بالذات. الإخوان المسلمون، كان الشيخ البوطي على علاقة طيبة جدا مع الدكتور مصطفى السباعي مع الاختلاف الشاسع في الرأي، ولكنه ما كان يظلمهم وما كان ينتقصهم. أيام ما حصل تقارب من السلطة السياسية تجاه الدكتور البوطي، وكان يطلب منه ماذا تريد، ما مصالحك، ما كان يقول إلا كلمة واحدة قالها مرارا وفي كل لقاء، قال لي مطلب واحد، أن الخارجين من البلاد يدخلون إليها، وأن الداخلين في السجون يخرجون منها. بل أقول والله على ما أقول شهيد، شخصية معروفة جدا، كان يعيش في المدينة المنورة، وله مؤلفات وله مصنفات وله أفعال، كان يشتم الدكتور البوطي ويهزأ به في كل موضع. وقد دخل سوريا بشفاعته ويجامله كثيرا. قلت ذلك في أيامه، ذكرت فلانا أمام بعض يعني خاصة الشيخ، لماذا فلان يعاديكم؟ قال هل يعادينا؟ هل يحبنا كثيرا؟ فاتصل به أمامي وأسمعني كيف يعظم، كيف يعظم الشيخ البوطي وكيف يحترمه وهو يشتمه في كل مجلس. ليس هذا من أخلاق الإسلام. أنا لا أعمم، وأنا أعلم أن في الإخوان فضلاء، وأن فيهم صالحين، وأن فيهم أناس يرجون الله تعالى والدار الآخرة، وأن فيهم أناس يراجعون أنفسهم. واحد من هؤلاء حينما ذكرت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وقد دخل بتوسط الشيخ البوطي، قال لا لا ما أدخله الشيخ البوطي، تنكر حقيقة، قال لا إنما أدخله فتح يقان. دكتور بوطي هو والدي الصحابي هذا، وكلنا يعلم، وذهب إلى المطار ليستقبله. لا أريد أن أخوض في جزئيات، الإخوان صالحوهم وعلماؤهم إن شاء الله في أحسن أحوالهم مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، ولكن لست ملزما باتباع طريقتهم، ولست ملزما بجعل طريقتهم هي الطريقة المثلى لفهم الدين. ما عندهم من حسنات أخذناه، ولا أزال أستمع إلى كبارهم، وإذا وجدت فائدة والله أخذها، ولكن يعني إذا وجدت خطأ يعني أيضا أبتعد عنه، كما أستمع لغيرهم، يعني أستمع لكل أصناف، كل من يتكلم أنا أستمع إليه، حتى من طلابي من ينشر أستمع إليه، وقد أستفيد منهم. ليس القضية هنا، ولا أريد أن أتحدث عن نفسي، إنما الشيخ البوطي رحمه الله كان صاحب منهجية، وكان صاحب قلب كبير، وكان محبا لله، إذا ما ذكر الله تعالى فاضت عيناه، كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، معظما له، كان يتضاءل أمام أولياء الله الصالحين. وإذا حينما جاء إلى مجلس الشيخ محمد زكريا البخاري وقف عند النعال تعظيما لولي من أولياء الله تعالى، فأمر الشيخ زكريا أن يحمل، فحملوه وضعوه في صدر المجلس، شهادة ألقى بها الله تعالى يوم القيامة، كان الرجل محبوبا من كل أولياء الله الصالحين، كل أولياء الله الصالحين كانوا يعظمونه ويحبونه ويحترمونه. الشيخ العالم الرباني الدكتور نور الدين عتر، رأيته حينما توفي الشيخ البوطي، رأيته حزينا كأشد ما يكون الحزن. الشيخ
شيخنا الشيخ سعد الدين مراد رحمه الله حينما علم باستشهاد الدكتور بوطي اعتزل الناس تماما، وكان يبكي على ما أخبرني به أولاده، وكان يبكي بكاء مريرا حتى رحل من الدنيا بعد ذلك. شيخنا العالم الجليل الرباني الشيخ أحمد الجامي رحمه الله كان يكتب في إهداءاته للشيخ البوطي يقول: إلى وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم العقيدة، أو عبارة من هذا القبيل. شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ما كان يزور دمشق إلا ويتوج تلك الزيارة بزيارة الشيخ البوطي رحمه الله، مع أن شيخه الشيخ حسن حبنك كان يدعو الشيخ عبد القادر عيسى على ما حدثني به الشيخ محمد شقير. الشيخ أحمد الحبال الشيخ البوطي كان يعظمه ويحترمه، الشيخ وكان يعظم الشيخ البوطي. الشيخ شكري لحفي رحمه الله وهو من الأبدال كان يحبه ويعظمه ويحترمه، وما كان يمضي أسبوع حتى على ما أخبرني به خادم الشيخ إلا وهو يمتزج به، وقال له: إذا أمرتني أن أعتزل الناس سأعتزل. قال: إذا واحد من أولياء الله الكبار يأمرني بهذا أنا أفعل هذا. كان معظما لله ولأولياء الله، له اجتهادات بلا شك، له أخطاء كلنا، ذلك الرجل. أحبه العلماء لأنه كان ناطقا باسم الأولياء والصالحين، كان ناطقا باسم فقهاء المسلمين، كان على سيرة السابقين في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، كان يعرف عصره ويعرف زمانه ويعرف ما يجري ويتعقب ذلك ويراقب ما يحصل بحذر وعناية شديدة جدا، يسأل أهل الاختصاص، ما كان منعزلا. عشت معه طالبا صغيرا، واحد من أولاد هذا يقول: والله حاقد على الشيخ البوطي أنه رسبه. لا الفضل ما رسبني، ولكن أعطاني درجة منخفضة فحزنت حتى حصل عندي هكذا يعني بثور في 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 فمي من لشدة حزني، ولكن أعرف مقام هذا الرجل وأعرف مكانته، وأتهم نفسي لا أتهم الشيخ. في اختبار لاحق أتيت بدرجة مرتفعة، في اختبار دراسة العليا أتيت يعني بسقف الدرجات تقريبا. حينما كتبت الدكتوراه قال لي عبارة، قال لي: طالما قرأت رسالة علمية في هذا المستوى. فأثنيت عليه وأنا أودعه، فقال لي: إن من فضل الله تعالى علينا أنه يظهر المليح وينميه وإن كان قليلا، ويستر القبيح مع كثرته. كان مراقبا لله سبحانه وتعالى في أحواله وأفعاله وحركاته وسكناته، يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. أنا لماذا أقف هذه الوقفة؟ لماذا أقف هذه الوقفة؟ يعني في مصلحة من؟ في مصلحة بشار الأسد وأمثاله؟ أن تعلمون حالتي وتعلمون أني خرجت يعني مهجرا طريدا فريدا، أبدا. إنما أبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. أستطيع أن أجامل الجمهور، أستطيع أن أسكت كما حدثني بعض الفضلاء من الصالحين الأولياء، قال: والله ما كنت أذكر الشيخ البوطي، لأن الكلام سيفهم على غير وجهي وسيحمل على محامل وسأحمل ما لم أقل. الذي قواني على هذا هو الولي الحميد سبحانه وتعالى، هو الذي جعلني أقف هذه الوقفة، وأشرف أعمالي وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى أن أذود عن عرض ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. بهذا أرجو مغفرة ذنوبي وستر عيوبي دائما. والله ما علمنا عليه إلا الخير. أخطاء، يوجد أخطاء، ردود علمية رددت عليه في مواضع ولا أزال أرد في مسائل كثيرة، ولكن أخشى الله سبحانه وتعالى. وهو يقول، قد سمعت الشيخ البوطي رحمه الله يقول: من عادانا تشفيا وانتقاما أو حزبية أو شيئا من هذا،
أولا من عادانا اجتهادا وظنا أنه على الحق وعنده أدلة شرعية مرعية فإن يسامحه، وأما من دعانا حزبية أو انتقاما أو تشفيا فإن يدعو عليه بدعاء السيد أحمد الرفاعي: اللهم من عادانا فعاده، اللهم من كادنا فكده. الشيخ البوطي: هل هو الذي ثبت حكم الظالمين في سوريا؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى. الذي ثبت حكم الظالمين هو الذي يقوم بعمليات طائفية وقتل ثم يتبرى منها رسميا، الذي يلبس لباس النساء ويقوم بعمليات مسلحة بقتل فرقة طائفة متعصبة متشنجة ضد الإسلام، وهو يأتي يلبس لباس نساء ويطلق عليها الرصاص. هذا الذي جعل أولئك المجرمون يمنعون الحجاب في فترة من الفترات وينزعون خمار النساء في فترة من الفترات. حينما تأتي جماعة تتسلل لتأخذ طلابا في كلية المدفعية وهم طلاب، نعم من أبناء طائفة، طائفة لا نرتضيها ولا ترتضينا، وبيننا وبينهم يعني عداء مشترك، ولكن أن تأتي بعزل وتطلق عليهم الرصاص في المطعم في الندوة ثم تأتي بعد ذلك رسميا تتبرأ من هذا الأمر، تقول لا 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 أنا ما هذا لا يمثلنا ولا كذا ولا كذا، مثل ما فعل البنا حسن البنا في مقتل النقراشي باشا. جاء يقول ليسوا إخوان وليسوا مسلمين، هم يقول هو الذي أمرنا، هو يقول ليسوا إخوان وليسوا مسلمين، الشيء ذاته فعل. فقام الشيخ البوطي وقال استنكر هذه العملية وتبرأ إلى الله منها، كما قامت جماعة الإخوان المسلمين رسميا وأعلنت إن هذه العملية لا تمثلنا. طيب يعني حقدتم على الشيخ البوطي حينما قال هذا، وزعم صغاركم من هذا اليوتيوبر أن الشيخ البوطي كان من الإخوان ولكن تركهم بعد حادثة المدفعية، انشق عنهم. ما هذا الكذب؟ ما هذا البهتان؟ الإخوان قالوا هذا فصيل متمرد خرج من عندنا لا علاقة لنا به، ماشي هم ها قالوا هذا تبرأوا من هذا. فالشيخ البوطي إذا قال هذا يعاب عليه هذا، يا أخي ما لكم كيف تحكمون؟ اتقوا الله، يوجد مراقبة، يوجد حساب يوم القيامة. كان الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قد كتب الله له القبول في قلوب الناس، حاول الخصوم الحساد تشويهه لأنه كان في موقف صعب جدا وكان مهددا بالقتل كما بيّن ذلك في تسجيل خاص، وقال واحد من أكابر مجرميها يقول رأس ماله رصاصة في الرأس، ثم نفذ هذا بعد ذلك، كيف نفذ لا أدري، ولكن ما كان يبالي، كان يفعل ما تأمره به النصوص، نصوص الكتاب والسنة في المنشط والمكره. لا أريد الطعن بأحد الآن ولا بجماعة معينة، وقلت ولا أريد أن يفهم من كلامي هذا أني ضد الإخوان المسلمين، هم أحرار يفعلون ما شاءوا، بل يعني قد أقول لك شيئا غريبا وستستغرب مني، حينما كانت الانتخابات وكان مرسي مرشحا والله كنت أدعو له وكنت متلهفا وخائفا جدا أن لا ينجح. لماذا؟ لأنه إنسان مسلم وعلى وجهه لحية، يبقى أحسن من إنسان يعني لا نعرف ما قصته. لا هذا كلام في أول الأمر، بعد ذلك حصلت أشياء، وجدنا احتقانا، إذا لم توافقني في كل شيء فأنت ضدي فأنت عدو لي وأنا في حالة حرب معك وحاربك في رزقك. دعكم من هذه الأشياء. الشيخ البوطي هذا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها أولا وآخرا، عرض عليه الرئيس الجزائري رئاسة الجامعة آنذاك، تصور منصب رئيس جامعة، يعني أفضل منصب يمكن أن يحلم به أكاديمي، مكان مريح يعني احترام شديد جدا ورواتب مرتفعة جدا، رفض ذلك، ما كان يبغي الدنيا،
لم يذهب معارا، كل الأساتذة ذهبوا في الإعارة إلى الخليج وغيره وحصلوا أموالا من هو أدنى منه بكثير. ما طلب هذا ولا سعى إلى هذا، ما كان يملك سيارة، ما كان يملك سيارة. كنت أرى شخصا يحمل يركب سيارة بيجو 403 أظن، حتى أقدم أيام، حتى ربما 303 قديمة جدا، إذا كان في 303 مادية قديمة جدا، كان يوصله بها إلى الكلية. ومرات رأيته يأخذ تاكسي ليذهب إذا كان صاحبه مشغولا. بيته متواضع جدا، همه الأكبر هو الدين ونصرة الدين. وقد فعل، كتب ونشر ودافع. حاول بعض الناس استغلال الموقف وطعنوا بالشيخ البوطي من أبناء السوريين. وعلى فكرة الآن أكثر من يتصل بي، والله كنت أنا مع ناس عوام وطلاب علم، كان يحترمني احتراما شديدا، يقول أنك دافعت عن هذا الرجل الذي يحبه الصالحون والأولياء. هناك ناس يعني نعم توجر بكلام الشيخ، حمل على غير وجهه في غير سياقه، ثم بعد ذلك جمعت هذه الأشياء في مكان واحد ليطعن بها الشيخ. طيب هذا الرجل الذي كتب آلاف الصفحات في الدفاع عن دين الإسلام وعن حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الإسلام، يعني إذا ما جمعت تلك الأشياء التي قيلت مع أن لها تأويلات ولها أشياء ولها سياقات لا تساوي واحد من الألف مما فعله، فضلا عن المحاضرات والندوات وكيف كان يرشد الناس وكيف كان يخذل عن المسلمين وكيف كان يرفع القرارات الجائرة. العلاقة، من دخل على السلطان يفتتنها إذا دخل لدنيا، أما الذي يدخل لآخرة ولا يستفيد من هذه الدنيا شيئا لا يقال هذا افتتن. مع هذا هذه قلة قليلة موجودة في بعض البلدان، أما السياسيون المسيسون لا علاقة لنا بهم، هؤلاء يتبعون حزبهم. أما عامة المسلمين ذهبت أنا ذهبت يعني من المغرب العربي، من يعني الجزائر، من الجزائر أبعد نقطة وصلت إليها الجزائر في الغرب، إلى أقصى الشرق، إلى نهاية الدولة الإسلامية، وذهبت إلى آسيا الوسطى، وذهبت إلى بلاد كثيرة. كل طلاب العلم وكل العلماء وكل الصالحين وكل الأولياء يمدحون الشيخ البوطي ولا يزالون. بل كم من واحد قال لي كم سريت عنا، كم نفست عنا حينما بينت حقيقة هذا الرجل، لأننا نحبه ولا نرتضي أن يشتم أو يؤذى. هذا إمام من أئمة الهدى كسائر علماء الإسلام، كان مجددا للدين ولعلم الكلام وكان محببا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى عامة المسلمين، كان دلالا على بضاعة الرحمن. أخطأ في مسألة، في مسألتين، في ثلاث أربع مسائل، وكلها بينتها في وقتها. وقال ليتني أصبع في يد حسن نصر الله. متى قالها؟ في كلمة عاطفية انفعالية، قالها يوم حارب إسرائيل، وأنا أقول كل إنسان يحارب إسرائيل هو صديق لنا. هذه العبارة وقفوها، أتوا بها متى؟ حينما نصر الله صار إيش يتدخل في سوريا. لو قالها الشيخ والله لن يقولها، أقسم بالله العلي الكبير لن يقولها إذا ما راه يفعل هذا في سوريا. وأشياء قصص أيضا تؤلف، قال عن باس الأسد أنه راه في الجنة، مع أن الشيخ البوطي قال لا أجزم بهذا لعبد القادر الجيلاني دخول الجنة، فأنا أجزم به لفلان وعلا. والده حينما الناس رأوا الجموع الهائلة وهو ولي من الصالحين وكان يحبه، قال أحد الحاضرين قال هذه الجنازة شخص من أهل الجنة، قال والله هذا عند الله تعالى، هذا غيب، هذا لا نستطيع أن نتكلم فيه. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى يا من أعمتكم الحزبية وصرتم تشوهون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأنتم ترون النكد والبلاء
والبأساء في وسطكم، ترون حرمان الله تعالى لكم من التوفيق حيثما حللتم أو ارتحلتم. تضروني فصلت من معهد ومعهدين ومن جامعة وجامعتين، صحيح حصل من أجل ماذا؟ من أني دافعت عن ولي، أنا حزين. لا والله يا أخي، والله لو جعت أهون علي من أن يطعن ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فلان وفلان مساكين، هؤلاء مساكين أنا أشفق عليهم، أعرف فلان. لماذا أقف مدافع عن الشيخ البوطي؟ يعني ينبغي أن يشتم ولي من أولياء الله الصالحين، وأن يطعن، وأن يتكلم فيه بما ليس فيه، وينبغي علي أن أسكت؟ الله تعالى هو الذي قواني على هذا، قواني لنصرة ولي من أوليائه. ما علمت ولا رأيت واحدا من الراسخين في العلم الأولياء إلا وهو يثني على هذا الرجل الصالح. قرأوا ما كتبه عنه علي الطنطاوي إذا أحببتم. والشيخ علي الطنطاوي يعني بعض الناس الإخوان يحبونه والسلفيون يحبونه. قرأوا ما كتبه في ذكرياته عن دكتور محمد، وكيف كان شديد الوداد للشيخ البوطي مع اختلافي في مسائل الشيخ علي الطنطاوي. هذا من العلماء الربانيين، والله كان ساذجا ما كان يفهم شيئا، وانت تفهم اكثر منه. ماذا فعلت انت؟ ارني المعارك السياسيه التي نجحتها فيها بتاريخ حياتك. ارني، اريد يا من تقول الشيخ البوطي كان ساذجا وما كان يفهم بالسياسه وكان يخدع، من الذي استطاع ان يستدرجكم للعمل المسلح وورطكم فيه ثم قضى عليكم جميعا؟ من هو؟ تستطيع تحارب دوله بجماعات مهما كانت كثيرة الجماعات، ثم بعد ذلك تتبرأ، كل ما يحصل شيء تتبرأ منه، لا أنا ما فعلت، هذه التصرفات الشخصية. هل أعطاك الله سبحانه وتعالى التوفيق الذي تريد وأنت تطعن في أوليائه؟ منذ 100 سنة تعملون وفيكم صالحون وفيكم أولياء وفيكم شهداء بلا شك، أنا لا أنكر هذا، لأن الله تعالى أمرني بالعدل، ولكن لماذا الله سبحانه وتعالى يحرمكم التوفيق في كل موضع بسبب أمثال هذه؟ الولي عندكم شيء قليل، لكنه عند الله شيء عظيم، لأنه أعلن الحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بحربي. اللهم أني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملت عرشك أني ما قلت هذا الكلام إلا حبا فيك ودفاعا عن ولي من أوليائك، فأنت يا رب تولني في هذه الدنيا وفي الآخرة، فأنت الولي الحميد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.